احتفلت أول أمس الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بعيد الصليب المحيي المقدس، وتخللت تلك الاحتفالات إقامة القداديس في كافة رعايا المملكة. ففي جبل عمان أقيم قداس احتفالي حاشد، وذلك في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك. ترأسه قدس الأب الأرشمندريت نادر صوق كاهن الرعية، وعاونه الأب وسام منصور كاهن كنيسة مار يوسف للاتين في جبل عمان. الصليب يعني أن تتعب، أن تتحمل، أن تتألم من أجل الرب يسوع له المجد. في عيد الصليب المقدس نصلي لأجل كل الحزانة واليائسين والمرضى والمتألمين، ليكون لهم يسوع المصلوب قوة وتعزية ورجاء وشفاء. هذا وقد جسد الاحتفال حقيقة الوحدة الكنسية بين الكنائس الكاثوليكية، وإتماما لوصية المخلص كونوا واحدا. فقد تجمع أبناء الرعيتين معا في القداس البيزنطي للروم الملكيين الكاثوليك، وبعد انتهاء القداس الإلهي توجه الآباء مع كافة المؤمنين في مسيرة على أضواء الشموع وهتاف المؤمنين: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. من كنيسة السيدة العذراء إلى كنيسة مار يوسف، حيث كان الاحتفال بإشعال النار ومباركة ثمار الرمان. حبينا هاي السنة في جبل عمان إنه نوحد احتفالاتنا ككنيسة كاثوليكية ما بين كنيسة الروم الكاثوليك وكنيسة اللاتين، حتى نقيم احتفال واحد فيه نعبر عن إيماننا وافتخارنا بالصليب المقدس. فاحتفالنا اليوم بلش في الذبيحة الإلهية في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك. اجتمعنا الكاهنة على هيكل واحد لحتى نحتفل بذبيحة الرب، ومن ثم بمسيرة للشموع رفعناها من أجل هذا الوطن، أجل السلام في هذا الوطن، أجل رخاؤه، من أجل وقايته من كل شر ومن كل خطر. ومن ثم انتقلنا لساحة كنيسة مار يوسف اللي خلالها احتفلنا بمباركة النار ومباركة الرمان وتوزيعه على المؤمنين ورفع قلوبنا وحياتنا للرب من خلال مجموعة من التراتيب. ويبقى الصليب مرفوعا فوق قمم أولويات المسيحيين، رمزا للفداء ومقياسا للتضحية، على الرجاء ساهرين في انتظار ذلك اليوم الذي نعبر بالصليب من هشاشة هذه الدنيا إلى عظمة قوة الحياة الأبدية.